هنروح بقى دلوقتي للنادي الاهلي، مراسلنا محمد توفيق من النادي الاهلي عشان يكلمنا عن مران النادي الاهلي النهارده. اهلا بيك يا محمد على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير عبد الرحمن، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. انقل لي كده الاجواء عندك في ملعب مختار التتش، يعني انقل لي كده عندك الاجواء، اخبارها ايه، اللعيبه حالتهم يعني عامله ازاي، قول لي اوصف لي التدريب النهارده. يمكن سريعا عبد الرحمن، يمكن ما فيش رفاهيه الوقت عند النادي الاهلي، انت عارف على طول بيبقى فيه بطوله بعدها بطوله ثانيه، ما عندكش وقت انك ترتاح او حتى ان يعني زي ما حصل امبارح كده ويمكن ودعنا البطوله، لكن ما فيش وقت خلاص انك تركن على الماضي. زي يمكن تصريحات محمد الشناوي كانت بعد المباراه واضحه جدا، قال احنا كلاعيبه اتكلمنا مع بعض، ما فيش وقت، بنبص لقدام، لسه عندنا بطولات كتيره جدا لازم نشتغل عليها، سواء بطولات محليه او كمان بطولات قاريه ودوليه. يمكن على طول الفريق النهارده عبد الرحمن بيواصل تدريباته استعدادا بقى لمباراه المقاولين في الاسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز، المقرر لها ان شاء الله 7 مساء السبت المقبل على استاد يعني المقاولين العرب هنا في القاهره. يمكن على طول الفريق بدا التدريب في تمام 5:30 مساء. المجموعه اللي لعبت امبارح 90 دقيقه كامله يعني تخوض تدريب استشفائي في الجيم الخاص هنا باللاعبين داخل النادي الاهلي. المجموعه الباقيه كلها التدريب قوي جدا، بيخوضوا باقي اللاعبين سواء اللي نزلوا امبارح كبدلاء او اللي ما شاركوش خالص في هذه المباراه. طبعا حراس المرمى بيخوضوا تدريب منفرد مع مستر ميشيل يانكو، ان حراس مدرب حراس المرمى تدريب قوي جدا في هذه الاثناء. وانا معاك عبد الرحمن، الحمد لله يمكن اطمنا من الدكتور احمد جاب الله الطبيب اللي عالج لفريق النادي الاهلي او رئيس الجهاز الطبي على يعني لاعبنا الجديد رضا سليم. يمكن اتكلمت معاه قال لي الحمد لله رضا عمل العمليه النهارده الصبح، اطمنا عليه، كان بس مجرد كسر في الترقوه، تم تركيب ليه شريحه ومسمار، وان شاء الله خلال شهرين يعني ده يعني توافر او يعني متوقف على مدى استجابه رضا باذن الله رب العالمين. قال ولكن ان شاء الله المده الاولانيه المحدده لاصابه رضا هو الغياب عن الملاعب لمده شهرين، ومن بعدها ان شاء الله هنقيم. يمكن سالته حتى كمان عبد الرحمن، قلت له هل هي مشابهه للاصابه اللي كانت عند خالد عبد الفتاح؟ قال لي بالظبط هي نفس الاصابه اللي كانت عند خالد عبد الفتاح مع نهايه الموسم الماضي، ولكن ان شاء الله يعني يستجيب سريعا للعلاج وباذن الله يكون في اقرب فرصه موجود مع الفريق ويكون ان شاء الله واحد من الدعائم الرئيسيه مع بقيه زملائه. الحمد لله كمان كريم فؤاد موجود في التدريبات الجماعيه، الحمد لله بيشارك بشكل طبيعي جدا بعد عودته من الاصابه والتاهيل، يتبقى فقط بس عمرو السوليه اللي بيؤدي اخر مراحل التاهيل بتاعته عبد الرحمن، وباذن الله كمان يكون قريبا مع الفريق، وباذن الله ربنا يسلم كل اللاعبين عن شر الاصابات. عندنا ماتشات مهمه جدا خاصه بعد اعلان رابطه الانديه المحترفه النهارده لعوده الفريق للدوري مره اخرى ولعب يعني مجموعه من المؤجلات. ان شاء الله عندنا السبت على طول 4 نوفمبر مباراه المقاولين زي ما قلت لك في الاسبوع السادس، بعد كده عندنا على طول يوم 8 نوفمبر المباراه المؤجله امام سيراميكا كليوباترا، ومن بعدها مباراه الجونه يوم 11 نوفمبر ايضا في الجونه، ودي المباراتين المؤجلتين طبعا بجانب مباراه بلديه المحله اللي ان شاء الله هيتم تحديد موعد لاحق ليها باذن الله. الفتره الجايه الفريق يعني سريعا كده يعود للانتصارات في الملف المحلي في بطوله الدوري، ومن بعدها على طول من بعد التوقف الدوري التوقف الدولي للمنتخب الوطني ان شاء الله على طول يبقى العوده كمان سريعا لدوري ابطال افريقيا، ومن بعده ان شاء الله كاس عالم الانديه. يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل في بطوله الدوري الافريقي امبارح كان خروج، ولكن ان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله لاعبي النادي الاهلي سريعا يفرحوا جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله يعودوا سريعا لنغمه البطولات والانتصارات اللي دايما اعتدنا عليها كجمهور النادي الاهلي. طيب توفيق، هل في استعدادات خاصه لمباراه المقاولين من اول يوم بعد مباراه سان داونز النهارده وانت في الملعب؟ شايف في استعدادات خاصه؟ شايف مستر مارسيل كورو بقى يجتمع باللاعبين بشكل فردي تاني، او في اي تحضير لماتش من المقاولين من النهارده؟ على طول زي ما قلت لك عبد الرحمن، يمكن اول حاجه كان في بالفعل اجتماع في ارض الملعب مستر مارسيل كولر والجهاز الفني المعاون، وعلى طول اللاعبين اتكلم معاهم، خلاص صفحه واتقفلت، مفيش رفاهيه زي ما قلت لك، رفاهيه الوقت انك حتى تزعل الخروج من البطوله، لا انت خلاص يعني زي ما اتكلم وقال احنا اتعلمنا ان ما كنتش هتكسب البطوله، فانت على الاقل بتاخد دروس مستفاده، بتتعلم، عندك اجابات كتيره ممكن تبني عليها الفتره الجايه. الحمد لله عوده اكرم توفيق وظهوره بشكل اكثر من رائع، عوده امام عاشور مره اخرى، بمناسبه اكرم توفيق كان في خطه قويه شويه امبارح توفيق، هل اطمنت على اكرم في التمرين بشكل كويس النهارده؟ مفيش اي مشكله؟ لا الحمد لله. اتفضل توفيق. الحمد لله بخير عبد الرحمن، وطبعا كانت مجرد كدمه كده امبارح شفناها، يمكن كان في الشوط الاولاني كدمه في قصبه الرجل، وفي الشوط الثاني الكره اللي طرت فيها لاعب سان داونز كانت خبطه قويه جدا في الركبه، ولكن دكتور احمد جاب الله طمنا عليه الحمد لله هو موجود النهارده في التدريب الاستشفائي طبعا انه شارك ل 90 دقيقه كامله، فلا قال لي الحمد لله الامور طيبه جدا، النهارده يكون تدريب استشفائي وبكره ان شاء الله يكون في التدريب الاساسي والاخير ان شاء الله استعدادا لمباراه المقاولين. لكن زي ما قلت لك عبد الرحمن الجهاز الفني على طول يعني لم اللعيبه اتكلم قبل بدايه المباراه في ارض
الملعب صفحه واتقفلت. عندنا ثلاث مباريات غايه في الاهميه قبل التوقف الدوري في الدوري العام، ومن بعدها كمان هيبقى التفكير بقى في اللي جاي بعد كده. عندك ثلاث مباريات في دوري ابطال افريقيا، ومن بعدها على طول كاس العالم للانديه في السعوديه. فزي ما قلنا عبد الرحمن، النادي الاهلي خلاص ما عندكش وقت، بتقفل الصفحه تبص على الصفحه اللي بعدها، عندك هدف واضح ومحدد بتحلق يعني في اتجاه كل البطولات. ما عندكش زي ما قلنا رفاهيه الوقت انك تصبر او حتى تحزن لمده يوم واحد، لا على طول بتبني بطوله، عندك تاني يوم بطوله جديده. ان شاء الله الفرحه تبقى قريبه سواء في مباراه الدوري او كمان زي ما قلت لك في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله نحاول نحافظ على لقبنا في دوري ابطال افريقيا، لقبنا في الدوري، لقبنا في كاس مصر، وان شاء الله مزيد من البطولات الفتره الجايه باذن الله رب العالمين. شكرا زميلنا محمد توفيق من النادي الاهلي من امام استاد مختار التتش. يعني زي ما قلت لحضراتكم خلاص الاستعداد دلوقتي لماتش المقاولين. الحمد لله ان رضا سليم اهم خبر النهارده ان هو عمل العمليه وفتره الغياب حوالي شهرين تقريبا يعني، وحسب استجابته للعلاج حسب كلام محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي ده، وده اللي قاله لنا محمد يعني في وتواجده معانا دلوقتي.